شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ ان شاء الله اليوم راح اسوي معاكم طريقة الدونات. المكونات اللي راح احتاجها عندي هني كوبين ونص طحين، وكوب كبير حليب دافي، عندي بيضة واحدة، وعندي ملعقة صغيرة من ملح، وعندي ملعقة كبيرة من الخميرة، وعندي ملعقة صغيرة من الفانيليا الناعمة، وعندي ملعقة كبيرة من السكر، وعندي ملعقتين من الزبدة. هذه المكونات اللي راح احتاجها، تابعوني. بسم الله. اول شيء راح ابدي اضيف عندي البيضة، بعدها الزبدة، وعندي الخميرة والملح والفانيليا والسكر وشوي حليب، واخلط المكونات كلها مع بعض بالطريقة. بهالطريقة. والحين أبدي أنزل الطحين. هذا الطحين كوبين ونص. الحين أبدي أعجن المكونات كلها مع بعض. فانا اعجن شلون تتماسك معاي. هذي كذي مسكت معاي، طبعا راح اعجنها على الرخامة وارد لكم. هذي العجينة صارت عندي جاهزة، راح احط عليها شوي زيت بس وخليها تختمر، طبعا اغطيها وخليها تختمر. تابعوني بهالطريقة، غطيتها وخليها تختمر على راحتها، وارد لكم بطريقة تكوين الدونات. هذه عندي العجينة، طبعا راح افردها بالطريقة. طبعا ما اخليها وايد خفيفة، يعني سمكة يكون زين، سمكة يكون زين بالاطراف. خل افردها وتابعوني. هذي عندي العجينة بهالطريقة، شوفوا ما شاء الله. والسمك هذا سمكة. الحين ابدي اقطعها بهالطريقة. الحين ابدي اقطعها، راح اعطيكم الشكل هذا اول شيء بالطريقة، واخلي هذه بالنص. اي شيء عندكم تشكلون فيه كذي، وراح اشيلها. هذه العينة شكلتها بالطريقة، راح افصل هذا الجزء. الطريقة هذه راح أفرجها. هذه حطت لي طبق وصف عليه باجي الدونات بالطريقة، يعني ديكورات وحركات.
بهذه الطريقة قطعت العجينة وشكلتها. الحين راح أخليها ترتاح، تغطونها طبعا، تخلونها ترتاح 10 دقائق، وعندكم هذيل احتفظوا فيهم. نفس الشيء راح تضاعف حجم الدونات، راح تشوفون شلون يضاعف حجم الدونات. هذا عندي الكاكاو، طبعا اي نوع تفضلونه. سويت له حمام مائي مع الزبدة علشان يسيح بالطريقة. هذا حق التزيين، طبعا بالمكونات الموجودة عندكم في البيت تزينون فيها الدونات. هذا عندي الدونات، الحين لما نختمر ابدي اقلي هالطريقة. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه كانت تجربة، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، أروع من كذي ما في وأسهل من كذي ما في. هقلي وأعطيكم الشكل النهائي. شوفوا ما شاء الله كذي خلصت الدونات. هذا الدونات خلص ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شلون طري، شوف شوف شلون طري. المهم علينا وعلى عيونكم بألف عافية. الحين راح أزينه معاكم، تابعوني. عندي هذا الدونات، راح أخذ حبة. عندي كاكاو، جوز الهند، لوز مبشور، وعندي هني سكر ناعم. يعني فرضا نسوي كذي ونخلها جوز الهند، اروع من كذي ما في. هذا الكاكاو نحطها بهذا اللوز، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي هني سكر ناعم، هالطريقة. المهم أخلص الكمية وراح أرد لكم.